بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ أتمنى أن تكونون بصحة وعافية، وأسأل الله أن يحميكم ويحمي عوائلكم من كل مرض وشر إن شاء الله. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نتناول درس جديد في المرحلة الثانية من مادة الصوت، وهو الفصل العاشر Chapter 10 Stress in Simple Words. Okay, now let's begin. First of all, we have 10.1, the nature of stress, okay? Page 73 in the main book. First of all, we will define the stress. أول شيء هنعرف stress وهي شدة الصوت أو نبرة الصوت. Stress is the degree of force used in the pronunciation of a certain syllable. أوكي، يعني شنو يعرف النبرة؟ على أن شنو مستوى القوة المبذولة في نطق مقطع صوتي معين. أوكي، and stressed syllable، انتبهوا، على is marked by an upper small vertical line، بين قوسين. شوف هالvertical line يعني شنو؟ خط علوي صغير، خط علوي صغير before it. أوكي، هاي تعريف الستريس، يعني شنو؟ انه شدة الصوت من نشوفها بكلمة بمن تتأشر انه هذا هنا صار اكو شدة بفلان مقطع اللفظي او فلان مكان بهذا المقطع اللفظي اكو هنا صارت شدة. فش راح تكون هنا؟ نشوف هذا خط علوي صغير، علوي نتأشر فوق المكان صار به الشدة او النبرة مع الصوت. راح نعرف وراء هل prominence، شو يعني prominence؟ prominence البروز الصوتي. شنو هي؟ حالة ناتجة من أربع عوامل. Is the situation made by four factors whereby a syllable stands out from other syllables in the same word. يعني شنو؟ هنا هي حالة ناتجة من أربع عوامل، وهي الأربع عوامل راح ناخذها، حيث إنه أحد المقاطع الصوتية يبرز عن المقاطع الصوتية الأخرى. So now let's shift to the next slide. وإحنا راح نتناول، راح نأخذ شنو خصائص the characteristics of stressed syllable، خصائص stressed syllable وشلون اللي تخلينا نميزهن. أول شيء شنو هي؟ stress is identified from both the production and perception points of view. هنا ال stress تعرف من وين؟ من production and perception، من النطق والإدراك. okay, first of all the production of stress depends on the more muscular energy used by the speaker than is used for unstressed syllables. okay, هنا شنو النطق او النبره؟ شده الصوت تعتمد على الطاقه العضليه التي يستخدمها المتكلم اكثر من الطاقه المستخدمه في نطق المقاطع بدون نبره. يعني مثلا ننطق كلمه مثلا prominent، هنا استخدمنا طاقة عضلية لأن بيه شلون الشد prominent أو perception صارت هنا شنو؟ استخدمنا الطاقة العضلية في نطق هاي الكلمة. okay, the muscles used in the production of stress syllable are more active and producing higher subglottal pressure. هنا شو تصير؟ هنا العضلات من ينطق هاي الكلمة تكون يعني العضلات مع الأوتار الصوتية والبلاعين يكون شنو؟ نشطة أكثر. أوكي، الوجهة النظر الثانية أو النقطة الثانية from، شون نحدد ونتعرف على stress level from the perceptual point of view، يعني شنو؟ من الإدراك. All stress syllables have a common characteristic that is prominence. كل المقاطع الصوتية لها خصائص مشتركة، وهو شنو هي؟ البروز الصوتي، يعني مقطع عن آخر يصير عنده بروز صوتي وشدة به.
The stress syllables are recognized as stressed because انتبهوا للنقطة. The stress syllables are recognized as stressed because they are prominent than unstressed syllable. لأن يتم معرفة المقاطع المشددة على أنها مشدد لأنها بارز أكثر من المقاطع الغير مشدد. أوكي هسا هنا أنا we will shift to the next slide. عندنا هنا أنا شنو السؤال ويقول شنو هو what make a syllable prominent, شيء شنو هو اللي يخلي المقطع بارز. أوكي عندنا أربع شغلات أو نقاط تخلي المقطع الصوتي بارز عن بقية المقاطع, وهو أولا loudness, length, pitch and quality of the syllable. Loudness. Loudness, الصوت, loudness is a component of prominence of stress syllable. شنو هو العلو الصوت؟ هو أحد المكونات البروز في المقطع المشدد. If one syllable is made longer than the others that are in the same words, the syllable is stressed. لذلك فإن المقطع المشدد إذا كان أكثر علوا من بقية المقاطع, نلفظ كلمة نلفظ أنها في الجملة وهاي الجملة أكفت كلمة نلفظها بصوت عالي, يعني شو يعتبر هذا المقطع الكلمة هاي مقطع لفظي شبيه مشدد. Point number two, length. The length plays a major role in prominence. Okay, if one syllable is made longer than the others that are in the same word, the syllable is stressed. شن هي pitch, طبقة الصوت. هنا مكون جدا رئيسي من مكونات بروز الصوت والمقاطع اللفظية, بحيث تتماثل طبقة الصوت يعني من اهتزاز الأوتار الصوتية. إذا تم لفظ مقطع بطبقة صوت أعلى من المقاطع الأخرى التي هي بنفس الكلمة, فإن المقطع ذات الطبقة الأعلى يكون مشددا. يعني شلون من ارتفاع هبوط بالكلام, ارتفاع هبوط بالكلام, هنا شنو طبقة الصوت. أوكي حس ايش عندنا وراها. سوري أنا شرحت النقطة الثالثة هي البيتش, هسه راح نشرح length, طول المقطع اللفظي. The length play a major role in prominence. If one syllable is made longer than the others that are in the same word. هنا يعني طول المقطع اللفظي يعني شنو, إذا لفظنا أحد المقاطع أطول المقاطع الأخرى يكون هنا stress مشدد. Number 4, quality. شنو يعني الكواليتي؟ هنا نقصد بالكواليتي نوعية الصوت. The quality of the vowel of the syllable determines the prominence of that syllable. نوعية صوت العلة في المقطع يحدد أيضا بروز هذا الصوت أو المقطع. مثل هناك أصوات علة there are vowels that make the syllable unstressed such as schwa, natural E and natural U. The others would make the syllable stressed. Okay, وبقية شنو هنا تخلي المقطع اللفظي stressed. Okay, لذلك فإن بهاي النقطة بروز المقطع اللفظي مرتبط بنوع صوت العلة أيضا. إذا أجتنا مثلا شوا أو natural A أو natural U, هنا شنو اللي يكون هنا unstressed, عن بقية الفاولز هنا يكون stressed. أكو في النقطة مهمة هي شنو the most effective, أكثر عنصر من ذن العناصر المؤثرة في بروز الصوت شنو هو is the pitch. Then أول شيء pitch, بعدين length, بعدين loudness and quality are less, بعدين loudness, بعدين quality شنو هي less effective. Okay. Now we'll shift to the other. بس انتبهوا واصحوا زين. مبين عليكم انتوا هسه غشتوا من المحاضرة. بس راح تخلص ان شاء الله. يلا. Pay attention to me please.
10.1 page 75 صفحة 75 levels of stress. شنو هو levels of stress؟ levels of stress هنا درجات التشديد. درجات التشديد بها أربعة. أولا عندنا primary stress which is the strongest level of stress أقوى مقطع أقوى درجة من التشديد. وعندنا secondary stress وعندنا tertiary stress وعندنا الكلمة is unstressed. أوكي أكو هنا أنا مثال جدا مهم example يشمل كل ذن الأربع مقاطع. أوكي كل ذن الليفلات مال التشديد. وهو شنو اسمه هذا المثال؟ الكلمة أو indivisibility. شوف شلون تتقسم. أول شيء تتقسم indivisibility من أربع شنو ليفلات، أربع مستويات من التشديد. هذا المثال جدا مهم. إذن هنا أول شيء اللي نحدد primary stress indivisibility. شوف وين صار التشديد الأول indivisibility بل. أوكي هنا صار التشديد القوي. إذن هنا stress صار قوي، صار عندنا primary stress لأن primary stress is the strongest stress in the syllable. هو أقوى تجديد يكون لأنه هو تجديد الأول. فش كتبنا هنا أنا بل. أوكي primary stress. بعدين نجي نختار secondary stress الأخف شوية. شنو indivisibility الان هنا أنا secondary stress وبعدين indivisibility. أوكي البز وراها تشوفون هنا أنا. هنا أنا باع بالphonemic transcription وراها النوب الانستريس تقسم دي شوا شوا انتي. هنا أنا تقسيم هذا المثال جدا مهم انتبهوا عليه اعزائي. هسه راح نقول شفت ذا هذا راح نحول للسلايد الثاني. هنا اكو سؤال مهم what is the necessary information to decide on stress placement. شنو عندنا هنا المعلومات المهمه لازم نعرفها عمود نحدد مكان التجديد. اولا عمود نقرر موضع نبرة الصوت او تجديد الصوت لازم نستفاد من ذي المعلومات. وهنا whether the word is morphologically simple or complex. فيما لو كانت الكلمات هنا نشن صرفيا مورفولوجيكلي بسيطة أو معقدة حسب احتوائها عن جد شلون بيها أعداد إضافات أو تكون شنو كلمة مركبة the number of affixes that the word has or being a compound word. نقطة ثانية what the grammatical category of the word is. شنو هي صنف النحو الكلمة مثلا تكون noun تكون verb تكون adjective. ذن الكلمات ايضا يساعدنا وين تحديد مكان الشنو stress. how many syllables the word has. شكم مقطع لفظ بالكلمة الواحدة. what the phonological structure of those syllables. شنو البنية الصوتية لهذا المقطع. هذه نقاط مهمة أيضا. شلون مثلا يجيك سؤال what's the necessary information to decide on stress placement. تذكر هذه النقاط موجودة في صفحة 76 you can find it in page 76. so thank you وأتمنى لكم الموفقية وذن الأسئلة مهمة ودرسوهن إن شاء الله وحدد لكم آني وبين كل سؤال وجوابه جواب إن شاء الله. أتمنى أن يكون هذا الشرح وافي ومفيد لكم ودمتم بصحة وعافية.